جدول أعمال المجلس البلدي للاجتماع 12 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي 12 شهد العديد من التوصيات واعتماد الموافقات على القرارات، والتي كان من ضمنها الموافقة على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية بتخصيص موقع دائم في منطقة بوفطيرة الحرفية. هذا وأعاد المجلس البلدي طلب الإدارة العامة للطيران المدني بتخصيص مساحة للاستعمالات التجارية بعد أن تمت الموافقة عليه بالأمس من لجنة محافظة الفروانية، مطالبين بالإيضاح أكثر لموقع المساحة سواء في T4 أو T5. الجلسة 12 للمجلس البلدي في دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي 12 شهدت كالعادة حضور والتزام جميع الأعضاء إلى جانب الرئيس في جلسة سادها الود والتعاون في اتخاذ القرارات ورفع التوصيات لخدمة المواطن والمقيم في كل ما يخص الشأن البلدي. الموضوع الأول هو الموافقة على تخصيص مقر دائم لهيئة الغذاء، والحمد لله تم الموافقة عليه اليوم. وعندنا موضوع ثاني اللي هو موضوع النسب التجارية لمطار أو خلينا نقول أحد المطارات، فلما جينا كانت الموافقة على مطار المفروض أنه يكون T4، لكن صار في لبس عند اللجنة وعند الجهاز التنفيذي، ما احنا عارفين هل هو T4 أو هو T5 أو حتى هو التوسعة للمطار الجديد بالنسبة التجارية، فلذلك ارتأت اللجنة إعادته أو إعادة اللجنة الفروانية. انطلب من الطيران المدني وتم الموافقة عليه، ولكن حدث بعض اللبس في الموضوع وعدناه مرة أخرى للجنة. وهناك أيضا موضوع آخر من الهيئة العامة للصناعة أيضا تم الموافقة عليه ببناء السور، وتمت الأمور فيما يخص لجنة الفروانية بصفة مقررها. تخصيص مواقع دائمة لبعض الجهات واعتماد السور الأمني المحيط بمنطقة الشدادية الصناعية بعد طلب الهيئة العامة للصناعة يسرع من وتيرة الإنجاز. أيضا تمت الموافقة في الجلسة على استحداث مدخل لمنطقة الشويخ الصناعية على الدائر الرابع. من المواضيع التي تم الموافقة عليها استحداث مدخل لمنطقة شويخ صناعية على طريق الدائرة الرابع، كان هناك بالسابق أيضا تصميم لهذا المدخل، وهناك أيضا موافقة من إدارة العامة للمرور وأيضا هيئة الطرق في هذا الجانب لاستحداث وتصميم هذا المدخل. طبعا هذا راح يساعد على الزحمة المرورية داخل المنطقة وأيضا مداخل والمخارج أثناء الدوامات في الصباح. يبقى دور المجلس البلدي إيجابيا في طريقة تعامله مع المواضيع وتفاعل لجانه بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع لاعتماد التوصيات واتخاذ القرارات من قاعة جابر الأحمد الصباح في المجلس البلدي. جدول أعمال الجلسة 12 لدور الانعقاد الأول الفصل التشريعي 12 كان مليئا بالتوصيات واعتماد القرارات التي تهم المواطن في الجانب البلدي. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.